والتحديات وشوطنا الثالث عشر من تمت انطلاقته في هذا الأداء المميز الجميل. الخاص بالقعدان هنا أيضا من الإنتاج والمنتجين الإذاعة لأبناء القبائل في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. نتابع هذا الشوط، نتابع هنا الانطلاقات المتميزة، شوطنا الثالث عشر للقعدان مع الإنتاج والمنتجين. نتابع المسيرة والصدارة والمركز الأول، ويأتينا الصاعد عبد الله بن سعيد بن حضيرم الاكتبي المنطلق بالصاعد على المركز الأول، بينما المركز الثاني ويأتينا ناصي لمحمد بن عيلان بن عبد الله المهيري من ينطلق مع ناصي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث جايين لمحمد بن سيف بن السيل بن كلثم الخيلي، وعلى المركز الرابع مشاكل راشد بن علي بن عبيد بن غنير ليكتبي من يقدم مشاكل على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الواصل لسعيد بن ناصر بقبي المنصوري من يأتينا هنا في هذه الانطلاقة على المركز الخامس وسادس المراكز. شاهين المنطلق هنا، فري بن علي بن حمودة الظاهري من ينطلق هنا أبو خليفة مع الشعار الاقتصادي المميز الجميل على المركز السادس، وفي المركز السابع هنا ريسينج خليفة بن حليس بن راشد ليكتبي مع ريسينج على المركز السابع، وفي المركز الثامن سلهود خليفة بن حميد بن السيل المهري المنطلق هنا سابعا، وفي المركز الثامن سراب لسالم بن عبد الله بن مطلق الغفلي من ينطلق هنا ياتينا وينطلق على المركز التاسع في هذه الانطلاقة، وعاشر مراكزنا موال لمنصور بن سالم بن زعيتر العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذه التحديات المتميزة الجميلة. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الصاعد المسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول عبد الله بن سعيد بن حضيرم الاكتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة. المركز الثاني شاهين محمد بن سيف بن السيل بن كلثم الخيلي من يأتينا على المركز الثاني، وثالث المراكز ناصي محمد بن عيلان بن عبد الله المهيري من ينطلق على المركز الثالث، ورابع المراكز أرى شاهين يتسلل هنا السلالة الشاهينية في هذا الانطلاق الجميل لفري بن علي بن حمودة الظاهري. شكرا يا أبو خليفة على إصرار المشاركة على أرضية ميدان المرموم وتواجد هذا الشعار المميز الجميل. شاهين سلالة شاهينية هنا، وإنتاج أبو خليفة أمن وأب يتواجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك مشاكل راشد بن علي بن عبيد بن غني لجتبي، وفي المركز الخامس الواصل ياتينا لسعيد بن ناصر بقبي المنصوري هنا المنطلق على سادس المراكز، وفي المركز السابع موال لمنصور بن سالم بن زعيتر العامري من ياتينا على المركز السابع، بينما المركز الثامن ريسينج خليفة بن حليس بن راشد لجتبي يقدم ريسينج هنا بهذا الانطلاق على المركز الثامن. المركز التاسع سراب سالم بن عبد الله بن مطلق الغفلي، وعلى المركز العاشر بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة هنا يأتينا بهذا الانطلاق صوغان علي بن يمعة بن خميس الغويص السويدي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة والمتحدية. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وشاهين شاهين
هنا المتابعة، هنا الانطلاق شاهين لمحمد بن سيف بن سيل بن قلدم لخيلي، والمركز الثاني الصاعد لعبد الله بن سعيد بن حضيرم لقتبي من ينطلق على المركز الثاني وثالث المراكز من الجانب الآخر. هناك أرى ناصي لمحمد بن عيلان بن عبد الله لمهيري، وصل بن زعيتر مع موال منصور بن سالم بن زعيتر العامري، وشاهين من الجانب الآخر فري بن علي بن حمودة الظاهري من يأتينا هناك من الجانب الآخر على الماء، يتسلل إلى المركز الرابع وفي طريقه إلى المقدمة. أرى موال منصور بن سالم بن زعيتر العامري من يأتينا على المركز السادس، وفي المركز السابع صوغان لعلي بن يمعة بن خميس رغويص السويدي على سابع مراكزنا، وفي المركز الثامن وصل الذيب بأول ندى لراشد بن عبيد بالهلي الهايري من ينطلق هنا بهذه الانطلاقة على المركز السابع، وفي المركز الثامن المركز التاسع ريسينج خليفة بن حليس بن راشد لقتبي، والمركز العاشر سراب لسالم بن عبد الله بن مطلق لغفلي. هذه هي النتيجة، ولنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا ناصي لمحمد بن عيلان بن عبد الله لمهيري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني محمد بن سيف بن السيل بن كلثم لخيلي، وياتينا هنا بن زعيتر مع موال منصور بن سالم بن زعيتر العامري، وياتي الواصل سعيد بن ناصر بقبي المنصوري، وشاهين من الجانب الآخر. شاهين عينا على صدارة. أيضا هنا فري بن علي بن حمودة الظاهري هناك من الجانب الآخر يتسلل بهذه الانطلاقة الجميلة. يا سلام الانتاج والمنتجين هنا في هذا الشوط المميز الجميل، ولكن هنا التحديات والإثارة. السلام وصل بالهلي مع الذيب راشد بن عبيد بالهلي الهاجري، ولكن الصدارة مع شاهين محمد بن سيف بن سيل بن كلثم لخيلي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هناك يأتينا الواصل سعيد بن ناصر بقبي المنصوري على المركز الثاني، والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الله التحدي مميز. السلام عيناوي في تلك الحالتين، السلام عيناوي هنا. الله شاهين محمد بن سيف بن سيل بن كلثم لخيلي، والواصل لسعيد بن ناصر بقبية المنصوري. يا سلام، ولكن هنا شاهين هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. سلام 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 عيناوي صباحي مميز جميل. تهانينا لمحمد بن سيف بن السيل بن كلثم لقيري على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني الواصل سعيد بن ناصر بقبية المنصوري، وعلى المركز الثالث وصل هنا الذيب لراشد بن عبيد بن هلي الهاجري، وشاهين فري بن علي بن حمودة الظاهري، بينما هناك موال منصور بن سالم بن زعيتر من وصل على المركز الخامس وسادسا. والبقية نعود مشاهدينا الكرام هنا إلى التوقيت الزمني بهذا الانطلاق المميز الجميل، ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، قاطعا المسافة في 9 دقائق هنا 36 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سيف بن السيل بن كلثم لخيلي، بينما المركز الثاني كان من نصيب الواصل وقدم عرض يشكر عليه سعيد بن ناصر بقبي المنصوري. 9 دقائق 36 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. أما المركز الثالث هنا الوصول مشاهدينا الكرام، هذا الانطلاق، وأتانا الذيب لراشد بن عبيد بن هلي الهاجري. 9 دقائق 42 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني.